مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتي في موسمه الجديد. ترقبوا فقرات جديدة ومواضيع مهمة تتعلق كما تعودتم بجوانب متعددة تشمل التربية، العمل، الصحة، التغذية وغيرها من المواضيع التي تهم حياتكم اليومية. بداية الموسم ستكون بموضوع الدخول المدرسي. إذن أهلا بكم في هذا الموسم الجديد. انتهت العطلة الصيفية، عاد البرنامج من جديد، التلاميذ كذلك عادوا الحجرات الدرس. كيفاش كيكون الاستعداد للدخول المدرسي؟ كيفاش نحببوا أبنائنا في المدرسة خاصة السنة الأولى؟ كيفاش نغيروا العادات اليومية تزامنا مع الدخول المدرسة؟ الفقرة الثانية أيضا غنتحدثوا على النظام الغذائي لتلاميذنا وأطفالنا بمناسبة هذا الدخول، ونقترحوا أفكار عملية لوجبات صحية يمكن أن نرافق بها أبنائنا إلى المدرسة. إذا على بركة الله نبدأ هذا الموسم. يسعدني أن أستضيف من جديد في هذا الموسم أستاذة فتيحة ملول، مستشارة أسرية ونفسية وتربوية. مرحبا بك معنا. مرحبا لالا صفية. وكذلك يسعدني أن أستضيف في هذا الموسم لأول مرة غيكون معنا الأستاذ العربي عماد، هو خبير في التغذية، هو أيضا رئيس المركز المغربي للتربية المدنية. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا الأستاذة صفية، وشكرا على الدعوة الكريمة. وغنبداو بك أستاذ، أنت كترافقنا في هذه الحلقة الأولى من هذا الموسم. علاش الاستعداد للدخول المدرسي مهم ومرحلة خصنا نستعدوا لها بالفعل؟ شكرا على هذا السؤال المهم، لكن خليني في البداية أن نرحب بهذه الفكرة ديال واسم البرنامج اللي هو حياتي. وهذه مناسبة أننا دائما من خلالها نشاركوا المدرسة مع الحياة المدرسية ومع المهارات الحياتية. قبل ما نجاوبك الأستاذة صفية على هذا السؤال، بغيت نذكر بأن المدرسة والمؤسسات التربوية هي مؤسسات بالفعل تربوية وتعليمية واجتماعية، والهدف منها هو تربية الناشئة والأجيال الصاعدة وتسليحها بمؤهلات تربوية باش يمكن أنها تكون أجيال نشيطة وأجيال فاعلة وفعالة في المجتمع ديالها. طيب واضح أستاذ، غير باش تسمح لي باش نوضعوا كذلك المشاهدين في الصورة ونكملوا ونرجع لك لسؤالنا، غنتابعوا هذا التقرير حول تحديات ورهان هذا الدخول السنة الأولى للدراسة مع تقرير أعدته الزميلة مريم تسوري. غالباً ما يواجه الآباء صعوبة مع أطفالهم خلال اليوم الأول للدخول المدرسي، والأمر يصعب أكثر مع الأطفال الذين يلجون المدرسة لأول مرة. بالنسبة لهم مرحلة وعالم جديدان، ما يجعل بعضهم يشعر بالخوف والقلق، ومنهم من يصل به الأمر إلى حد التظاهر بالمرض تعبيراً عن رفضهم الانفصال عن الوالدين. حسب اختصاصيين، هذه السلوكات التي يقوم بها الأطفال سواء كانوا يلتحقون بالمدرسة لأول مرة أو سبق لهم ولوجها تعتبر طبيعية في هذه الفترة، فبقدر ما هي مهمة للطفل هي في نفس الوقت صعبة على الأبوين. لذلك يتطلب الأمر ثلاثة مراحل أساسية وفق عدة دراسات حتى تمر هذه الفترة من السنة في ظروف جيدة. الأولى هي مرحلة التمهيد، وهي من أهم المراحل، حيث يتم فيها تهيئة الطفل نفسياً، ذلك من خلال الحديث عن أهمية المدرسة في مناسبات كثيرة قبل الالتحاق بها، وحبذا لو تعرف الطفل على المكان الجديد قبل بدء الدراسة. المرحلة الثانية تتمثل في الاستعداد للعام الدراسي، ويقترح خبراء مشاركة الطفل في اختيار أدواته ولوازمه الدراسية على اعتبار أن هذه الطريقة قد تحفزه وتشجعه على الالتحاق بالصف. أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمدرسة. المؤسسة التعليمية لها دور كبير في تأهيل الطفل خلال هذه التجربة، بداية من تواجد أطر تربوية مؤهلة، مرورا بتوفير المناخ الجيد والمناسب لهم مع مراعاة الفرق في السن والدراسة
وصولا إلى الفصول الدراسية، والتي يفترض أن تكون مهيئة بشكل يتناسب مع سن الأطفال، ما يزيد في رغبتهم للذهاب إليها، وبالتالي اندماجهم والتعود على الحياة الدراسية بشكل سلس. ورغم كل هذه الخطوات التي ينصح بها عدد كبير من الخبراء، يجد بعض الأطفال صعوبة في التأقلم مع محيطهم الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصاً مع هذه الحالات، وقد يحتاجون وقتاً أطول من أقرانهم للاندماج. إذا نتمنى وما تكون تشي صعوبة في الدخول المدرسي والوليدات يتأقلموا مع هذا الوسط، ونرجعوا للفكرة اللي كنتي تحدثتي عنها، شنو أهمية هذا الاستعداد في البداية؟ بالفعل، وأنا أعجبني الروبورتاج كثيرا لأنه جامع ومانع الواحد للمجموعة ديال المرتكزات، وهي اللي تكلمنا عليها الأستاذة صفية في البداية، هي الحياة المدرسية وأهمية الإعداد. غير من هذا المنبر خص يعني تكون تضافر الجهود بين وزارة التربية الوطنية وبين الأسر وبين المدرسة، وكذلك جمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، بالإضافة إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل يعني المساهمة في إطراء دخول مدرسي يكون فيه الإعداد النفسي والمادي هو المحور دياله. بالنسبة للإعداد النفسي والمادي للتلاميذ، يجب أن تكون هناك خطوات، واللي من جملتها تحدث عليها الروبورتاج. أولا هو تحبيب الحياة المدرسية وتحبيب المدرسة للتلاميذ. يجب تحبيب هذه المدرسة على أساس أنها مكان ليس فقط لتعليم الرياضيات والاجتماعيات اللي هي مهمة جدا، وإنما هو فضاء، هذه غير أمثلة، وإنما هي فضاء لاكتساب المعرفة، فضاء للإبداع، فضاء لاكتساب بناء الشخصية، فضاء للتفكير النقدي، فضاء لاكتساب الإبداعات وابتكارات. وهذا من شأنه أنه يخلق لنا واحد الناشئة اللي تكون نشيطة في المجتمع ديالها. هذه الخطوات في غضون هذه الحلقة، الأكيد المدرسة هي استثمار في واحد الوليدات، استثمار في واحد رأس مال بشري غنوجدوه باش يكونوا رجال الغد. الأكيد كاينة مهارات خص يكتسبها هذا الطفل، ولكن كتبقى شكون على من كتلقى كتكون المسؤولية في البداية؟ واش الأسرة هي اللي كتاخذ هذه المسؤولية في البداية أنها تحبب الطفل البيت الثاني اللي غادي توجه له؟ أكيد هنا على حسب السن، إلا كان يلا غادي يكون عندنا الالتحاق الأول بالمدرسة كما قلتي، غادي يكون عندنا مثلا الاستعداد الأولي للالتحاق لأول مرة. هذاك الالتحاق لأول مرة هنا فين كان، فين شنو كيكون عندي واحد لامباكت، واحد الواقع كنكون من خلاله، كيكون عندي انطباع. إلا كان انطباع إيجابي كنبغي ليكول، كنبغي لا ماتريس، كنبغي الأصدقاء ديالي، وكنمشي أنطلق حتى أنا كطفل أنطلق لأنني أجد بيئة أخرى. كان انطباع سلبي وكنشوفوا حتى حنا الكبار في الحياتات ديالنا، داك الانطباع الأول مع واحد الشخص وكان وقع واحد ما يسمى مثلا بالتقارب ولا، كتمشي عليه واحد الفترة وكيتكون حتى التواصل كيكون أسهل. في حالة ما حدث العكس كتبقى خصك تعقلين الطفل، هنا لا يعقلين الطفل، هو يتصرف بالإحساس. إذن إلا ما حبش المكان في أول مرة من الصعب أننا شكون اللي يحببه في هذا المكان، واش هي أسرته طبعا، أو لا تعامل الطاقم التربوي اللي خصو يكون عنده واحد كذلك الاستعداد نجيه. هو قبل ما يجي الطاقم التربوي كاين الأسرة، أكيد أن الملفات اللي كيكونها الطفل في راسه في أول مرة منين كتجينا من الأسرة. أي حاجة تعلمتها راه الطفل كان راسه، نقولوا احنا مثلا بين قوسين راه ما كانوش عنده بزاف ديال الحوايج كيعرفهم، ملي عرف الحيوان عرفهم من خلال الاسره، عرف نوع مثلا يلا اجي سير جلس وقف كل هذا، كل شيء كانت هي ملفات من خلال الاسره. ايضا هذاك التكوين ولا نقولوا حنايا داك التصور الذهني للمؤسسه منين كيكون من خلال الاسره. مثلا انا الا كنت طفل وعندي الاخوه بزاف ديالي، كنسمع ماما وبابا وخوتي كيهضروا على ليكول، اشنو تيقولوا على ليكول باغ اكزومبل، واش المعلمه مزيانه، واش
كيفاش حتى ماما وبابا كيهضروا، واش التضمر جا ثاني للمدرسه، كاين حوايج اخرى، كاين مثلا اوابل الا درتي شي حاجه راه غادي نديك ليكول، غدا نديك المعلمه، غدا غادي دير لك المعلمه، حق ما يمثلش نتهنى منكم باش نمشي باش تمشي ليكول، اللي مرتبطه عنده بالعقاب ربما او بشي حاجه. الحاجه اللي هنا اللي خص يوقعوش ما يوقعوش فيها الاباء، كاين داك سورتو في الايام الاولى ما يسمى بقلق الانفصال، كنعيشوا حنا الامهات وربما حنا ولادنا كبروا باقي ما قدرناش نفطموهم كبروا فما بالكم مثلا داك الطفل هذاك قلق الانفصال، لان الطفل هو حساس جدا وكيفهم بالاحساس. كنمروا ليه انا كأم ما عرفتوش غيعرفوا ليه مثلا امتاش غادي ياكل ولا بغى يمشي للطواليت ولا غيغسل ولا غيضربوه ولا غيغوتوا عليه. اكيد حنا الاسره عندها هواجس كثيره لذاك الطفل، خاص لا ماما خاص لا ماما تفطم بعدا. واحد الحاجه انا كنقول انطلاقا من العمل تفطم الام وعاده تجيبوا لي انا كمعلمه، والنهار الاول ملي تبغي تمشي تدخل الطفل ماشي تدخلو تحطو مثلا عند باب المؤسسه وترجع، لا، لان خاصو هو الطفل غادي يدخل لواحد المكان اول مره غادي يوقف فيه، اول مره غادي يتلاقى مع الوليدات، غادي يتلاقى مع معلمه، واحد الحاجه خاصو ما يسمع عاوتاني بهذاك انه يتحكم في الذات ديالو ويعرف يسيرها امام الاخر في وقت اللي كان انه كان كيتصرف بكل حريه امام الوالدين ديالو. طيب وهذا العام يعني كاين مستجدات في هذا الدخول، كاين عندنا قانون اطار جديد اللي كيحث على التعليم الاولي، الان وليداتنا غادي يمشيو للمدرسه ابتداء من سن ديال 4 سنين وربما بدا تفعيل ديال هذا القانون هذا. اذا هاد الوليدات الصغار كيفاش نوجدوهم ونزرعوا بهم قيم انسانيه جميله باش يتاقلموا مع هذا الوضع الجديد؟ تماما، وهذا سؤال مهم جدا، وخصوصا ان الان كيصادف الانطلاقه ديال التعليم الاولي في سن مبكره، وخصوصا في التعليم العمومي، وهذا شيء يعني مهم جدا في اطار تحسين جوده المنظومه التربويه. كيف ما قالت الاستاذه فاتحه، هاد الوليدات اللي صغار مازال في سن ربما 7 سنوات كانت كتكون عندهم واحد الاستقلاليه تماما غير هاد الوليدات ابتداء من سن الرابعه والخامسه، يعني خصهم واحد الاعداد نفسي يعني خاص، واللي الاستاذه من الاول المشكوره تحدثت عليه هو تحبيب المدرسه، تحبيب المؤسسه التربويه، وهذا مجهود خص الاباء وامهات والاولياء ديال التلاميذ كما قلت في البدايه، والمنظمات ديال المجتمع المدني والوزاره كذلك، والفاعل التربوي داخل المؤسسه، هادو كلهم خص يكونوا على واحد الشكل ديال التنسيق، وحبذا ليكون هذاك اليوم الاول عباره عن يوم توجيهي، عباره عن الا بغينا نسميوه ابواب مفتوحه، هذا اليوم التوجيهي كيصاحبوا فيه الاباء الوليدات في المدرسه. في الحقيقه انا شخصيا وكنعبر هذا راي شخصي، انا ما كيعجبنيش الحال من اللي كنوصل لواحد الباب ديال المؤسسه التربويه وكيخليو الوليدات دخلوا والاباء يعني محجوزين وراء اسوار المؤسسه. الا كنا كنامنوا بالمساله ديال انفتاح المؤسسه على المحيط ديالها الاجتماعي، انا اقترح من هذا المنبر ديالكم استاذه صفيه ان تكون هناك ابواب مفتوحه، خصوصا الان مع انطلاقه التعليم الاولي، يدخلوا الاباء المؤسسه ويكون هذاك اليوم هو يوم احتفالي، يوم افتتاحي، من خلاله كيتعرفوا الاطفال الصغار في سن مبكره على الاساتذه ديالهم. تماما، وسط السنه الدراسيه انا كنعطي غير مثال جد قبل ما يدخل بالفعل استاذه صفيه، هذا غير مثال، وثم من خلال هذاك اليوم التوجيهي نمشيو بهذوك الوليدات والبنيتات ونديروا بهم واحد الزياره فضاءات المؤسسات، نعرفوهم بالاساتذه والاستاذات ديالهم، نعرفوهم بالمكتبه المدرسيه، نعرفوهم بالمراحل المدرسيه، نعرفوهم بالاهميه وبلغه بسيطه جدا، وبان المدرسة راه هي ماشي من أجل التعليم فقط، ولكن من أجل تعلم مهارات حياتية ولو في سن مبكرة، لأن ما ننساوش بأن البنيتات والوليدات الآن ولو في سن مبكرة كيكونوا أذكياء، وما شاء الله وشوفوا دابا غير كيفاش كيدخلوا المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بواحد الذكاء خارق جدا. كاين أفكار كثيرة وخطوات بسيطة. الأستاذ ديالنا هو أن هاد الوليدات ماشي مثلا يوم جميل، ولكن أن في الروض هذا على الأقل بعدا خص يكون عندنا ذاك 15 يوم الأولى حتى 20 يوم الأولى
قبالية الأطفال، هما ليسوا تلاميذ. الحاجة اللي خصنا نعرفوها في الروض، هادوك ماشي تلاميذ، سو سون دي زونفون. حنا اش كنديروا ليهم؟ كنكونوهم من أجل أنهم يندمجوا في الحياة المدرسية. هما غياخذوا غياخذوا واحد المعلومات ولا معرفة أولية باش يندمجوا، ولكن الأهم كثير هو أنهم ياخذوا مهارات حياتية. وقد ما كان الطفل منفتح وعنده مجموعة مهارات، قد ما كانت هذيك المعلمة واحد الحاجة. مثلا أنا المعلمة إلا ما كانتش تقدر تجلس الأرض مع الطفل وتصغار على لاج ديالها وتمشي تكون حتى هي أونفو، ما كاينلاش دير مثلا ذاك الميدان. إذا لم أحب الطفل ما كاينلاش. يكفي أنني أنا كطفل، علاش قلنا هاد كان جوغ ولا حتى 20 يوم؟ لأن أنا كاين واحد مجموعة مشاعر تتضاربني وأنا طفل. أنا جاي من بيئة كنت فيها أنا السيد ولا اش كيقولوا لي ولا ولي دي، وهذا غنجي واحد البيئه اخرى كاينه لا ماتريس ما كتعرفنيش. كاين عندنا واحد المثل ديال داك النهار الاول يموت الموش، الطفل خصو يجلس نظام وهذا. لا عاوتاني لا، لان الطفل ماشي ليس عسكري، الطفل ماشي عسكري باش ندير له واحد هو النظام كاين، ولكن الطفل في هذه المرحله هو ما نعرفوش ان عندنا واحد النمو هائل بالنسبه للروابط والخلايا الدماغيه بالنسبه للطفل في هذه المرحله. الا ما حركش يديداته ورجيلاته وكون معلومات في هذه المرحله وتعلم اللغه، لانها هي مرحله غنيه جدا باش يتعلم اللغه، باش يتعلم بزاف الحوايج. الا ما خليناهش هو يكتشف العالم ويتعلم، اذا كيف ما هي كلها افكار جميله. الطفل مازال في سن اللعب وعنده واحد القابليه كبيره للتعلم، ولكن ما نعموش حنا في يعني في طفولتنا. اكيد نسجنا علاقات جميله مع اساتذتنا اللي كنحيوا كل رجال التعليم من هذا المنبر، وهما اللي كيوقع عليهم كذلك الضغط الى جانب الاسره. واش هما عندهم الاستعداد؟ واش كاين هذا الوعي بانهم عندهم هذا على عاتقهم يحببوا الوليدات في المدرسه، ولا كيغلبهم داك الضغط ديال البرامج وديال المناهج اللي مطالبين بها؟ هنا كيبقى كل واحد على حساب. اولا نقول لك كاين برامج وكاين كل شيء. هي ممكن هاد البرامج تعطى ملي حنا، الا كنت انا مثلا واحد الاستاذ اللي انا كنخدم بواحد لا بيداغوجي ولا بواحد الطريقه معينه منذ سنوات، والوليدات ديالنا تطوروا، الوليدات ديالنا ولاو كيعيشوا التكنولوجيا اكثر، الوليدات ديالنا ولاو ولات الاذهان ديالهم والمعارف ديالهم من خلال الانترنت، وهذا اكبر من داك الشيء اللي كنعطيوهم. الى الاستاذ كان حاضر، كان اجور، كيدير التكوينات ديالو، يحب مادته، انا ما غنتسناش حتى تجي الوزاره دير لي تكوينات. ومن هذا المنبر انا فريمون جو تير شابو للاساتذه اللي كيديروا معنا تكوينات. كنديرهم كنتعلموا، كنا كنتعلموا الاقسام ديالهم رائعه ونشيطه جدا، لانهم كاينه بزاف د الحوايج جديده، بيداغوجيات، تكوينات، الذكاءات المتعدده الان اللي كلها كنهضروا عليها. لو سيبور ديال لا لوسون خصو يتبدل. علاش؟ لان كل تلميذ عنده نمط معين في التعلم. ما كنشدش انا واحد الحاجه هكا كانت هكا خصها تكون. كتلاحظ من الان الا جينا نشوفوا التلاميذ هما يتدمرون، سيغتو الوليدات الكبار، ان هذاك الشيء اللي كيتلقاه لا يلائم لا التفكير لا المبتغى لا ما هو مطلوب في سوق الشغل. اذا الاساتذه على حسب انا ايماني كاستاذ، واش انا بغيت نطور راسي؟ واش انا بغيت نقرا؟ هو فعلا تكون راه مثلا خدا واحد نقول واحد المستوى معين اكاديميا، عنده واحد سنوات من التجربه، ولكن تجربته تراكم في حاله ما الا ما كانش تجديد كنبقى دائما كنولي كنقري الماط بطريقه ادبيه. وكاين يعني في هذا الموسم لو سمحتوا لي كاين تحيين في البرامج الدراسيه، ربما تمت اعاده النظر في الكثير من المناهج الدراسيه ديال المستوى الابتدائي، وتخفيف ربما هذاك الضغط ديال البرنامج اللي كان يثقل الكاهل لا التلميذ لا الاستاذ. نبقاو كذلك توجور في الاقتراحات والحلول لانجاح الموسم الدراسي، شنو كيبان لكم؟ هو بالنسبه الى سمحتي لي بغيت انا غير نعقب على الاستاذه ملول ملي تحدثت على الفضاء ديال المدرسه. هو باش يكون باش نجلبوا هاد التلاميذ للمدرسه خص يكون الفضاء جذاب، خص يكون الحدائق، خص تكون يعني الملاعب الرياضيه. والسيده صفية تكلمتي على دور اللاعب في الحياة المدرسية وفي بناء الشخصية، وتكون كذلك فضاءات وأوراش ديال المسرح، ديال الموسيقى، ديال يعني ديال الغناء، ديال يعني إبراز واحد المجموعة ديال المؤهلات، ولو يكونوا الأطفال صغار. وهذه مسألة مهمة، بالإضافة إلى مسألة أن نكونوا واعين كآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، أن نكونوا واعين بأن المدرسة هي خصها تكون منبت ديال القيام،
ونعلموا الوليدات القيم بغض النظر زعما على المواد الدراسيه، قيم التسامح، قيم التقاسم، قيم المشاركه، قيم المواطنه، قيم الحق والواجب، وتعلموا هذوك التلميذات من البدايه بان هذه المدرسه راه ديالي، راه كنحس بالانتماء لهذه المؤسسه. جميل. وكان وهاد ثقافه الحق والواجب خصها تكون داخله، حتى التلميذ يقول لك اودي من حقي راه يكون عندي واحد المؤسسه التربويه اللي هي جذابه، ولكن يعرف كذلك من واجبي ان احافظ على جماليتها وعلى رونقها. وهنا كتبرز هذه قيمه البيت الثاني بالفعل، هذا فعلا ترجع المدرسه لهذه المكانه ديالها انها تماما بيتاني. تماما بقاو في الحلول والاقتراحات لتحبيب هذا الفضاء هذا كيف ما قلنا للمدرسه، شنو خص يدار؟ الوغ انا باش نحبب كيف ما قلت لولدي المؤسسه، اول حاجه ملي وانا جايباه وقابطه ليه في يديداتو قبل ما ندخلو، حنا مثلا بحال حنا كنبغيو العيد، كنبغيو كناخذ حوايج زوينه. ملي كتقول لك غدا راه العيد، شنو كنتفكر انني مثلا غنلبس حوايج زوينه غادي نشري؟ الو قبل ما نجي كنمشي انا وياه، شرينا لبسات جداد، شرينا واحد الكارتابل زوينه، شرينا بورتمونجي زوين، شرينا شي حوايج كل واحد على قدو، ماشي بالضروري غنشري واحد الثمن، ممكن نشري داك الشيء بسيط مي كله على قدو، غير نشوف انا الفرحه في ولدي. وملي كنكون كنهضر معاه كنهضر على اساس ان المدرسه هو مكان للانطلاق، مكان لانني نوصل للعالميه، نوصل للنجوميه، ماشي مثلا انا راه ولدي انت وليتي كبير علاش. هنا كيخص يكون تشجيع مادي وتشجيع معنوي. داك التشجيع المعنوي هو انك وليتي كبير، وليتي كبير غادي تدخل للسي بي ولا غادي تدخل للثاني ولا، وحنا غادي حنا غادي مع هذاك الوليد. عاوتاني ربما قبل نمشي ندير واحد الجوله كما قال الاستاذ ديالنا قبيله في فضاءات المؤسسه، وهذيك لا ميتريس ولا المعلمه خصها تكون ترسم على وجهها ابتسامه. ما كاينلاش انا راه ملي نجي نلبس الطابليه ديالي ونلبس صافي، ملي كنلبس الطابليه راني دخلت دخلت معلمه او دخلت استاذ او دخلت، وكنحط جميع نقولوا اكراهات المجتمع خصها تحط برا، ما غنبقاش انا جايبها معايا لكلاس. عاوتاني الوليد قبل ما ندخلو ممكن اهيئه ذهنيا، عندنا تصاور بالنسبه للمدرسه، يرسمها يلونها باللوينات اللي بغى، نقراو قصص على المدرسه، نعطيو امثله من ربما كاينين اطفال اكثر من غيرهم اللي كيعيشوا هذه الصعوبه اكثر، يعني ربما هنا الاسره تحتاج المساعده ولا مواكبه نفسيه، يقدر يكون عندهم هذا الفضاء مرتبط بهواجس اخرى. هو الفاعلين، عندك الحق استاذه صفيه، هو الفاعلين التربويين والفاعلين داخل الاسره مهمين جدا. وهذا الى سمحتي لي نعاود كلمه ديال التنسيق، هذه العمليه التنسيقيه راها مهمه جدا في اطراء العمليه التربويه. راه الا كان تنسيق وكان واحد التواصل وواحد الحوار بين الاسره وبين المدرسه وبين الفاعل التربوي، يعني الاستاذ والاستاذه داخل المؤسسه التربويه، يعني ما تكون العمليه الا ناجحه. انا نقول لك علاش. مثلا ناخذ الان مثلا كيكونوا التلاميذ في واحد العطله مدرسيه وباش يمروا للدخول المدرسي، هذا راه خصو يكون تكون واحد الفتره زمنيه اللي يكون تمرير نمروا بها التلميذ من العطله المدرسه بكل سلاسه. وهذه مرحله مهمه التغيير هذا، غنتابعوا معك المزيد من الاقتراحات بعد هذا الفاصل. إذن اليوم مشاهدينا كنتحدثوا على الدخول المدرسي، هي خطوة مهمة في حياة الطفل اللي كتبدأ بالاستعداد لها. بطبيعة الحال كيف ما شار الأستاذ انتهت العطلة، خاص يكون هناك نظام جديد في الأسرة، يكون مثلا الاستيقاظ مبكر، النوم مبكر، كاين كذلك خطوات أخرى بالفعل غنشوفوها بالفعل هناك. وخاص هذا يعني هذا المرور يكون مرور سلس، لأن صعيب باش كتجيب واحد الطفل صغير واحد المدة ديال شهرين أو ثلاث شهور وهو خارج أسوار المؤسسة التربوية، وكتجيبه واحد النهار كتقول له غدا غتمشي للمدرسة. يعني هذا المرور خصو يكون مرور سلس عبر تهيئه يعني نفسيا، عبر يعني التواصل معه، عبر الحوار مع هذا الطفل الصغير، وثم مديه مره مره بواحد القصه او كتاب، يعني باش يبدا البدايه ديالو. وهنا يعني من هذا المنبر كنبغي نوجه واحد الرساله للزميلات والزملاء ديال الاساتذه، انهم
لا يمكن أن نبدأ اليوم الأول يا إما بدرس أو يا إما بفرض أو يا إما بالإعداد الأنشطة يعني مدرسية تعليمية. لازم كما قالت الأستاذة من لون من قبل أن تكون كاينة هذه يعني أسبوع الأول كيكون غير الاستئناس تمام، خصو يكون ديال الاستئناس، خصو يكون ديال ترتيب الكتب ويكون ديال الإعداد النفسي. وهنا نرجع أنا حبادة تكون هذاك الأسبوع يعني كينكب حول أهمية المدرسة وأهمية الأستاذ وتحبيب المدرسة، ونبين للتلامذة والتلميذات ديالنا على أن المدرسة هي أساس التنمية، هي أساس التقدم، هي أساس الحضارة، وخصوصا نحن كنعيشوا على يعني نموذج تنموي جديد. أن نبين للتلامذة الرياضيات مهمة، الاجتماعيات مهمة، اللغات مهمة، ولكن القيم تهي عندها واحد الأهمية خاصة. وهاد القيم يعني واحد حاجة اللي كنتعلموها كل نهار ماشي في منهج محدد، هي تجارب حياتية خاص التلميذ يكتسبها. والأسرة كذلك تهي عندها دور، كيبدا النظام، كيبدا يعني هي خطوة، هاد الاستعداد كيبقى هي مجرد خطوة أمامنا عام دراسي طويل. كيفاش ننجحوا هذا الاستعداد ونبداو بالفعل يعني في هذا المشوار الطويل؟ احنا كأسرة اولا احنا كأسرة خاص الجو الاسري في الدار يكون يلائم أسرة، ما يسمى بمصطلح أسرة، أسرة متلاحمة متلائمة. علاش؟ لان عندنا حاجات نفسية للطفل خاص تحقق منها الامان والاطمئنان، وان من غير هذوك مثلا من غير هذوك لي بوزوان اللي هما فيزيولوجيك، خصو ياكل خصو لا، كاينين واحد الحاجات نفسيه. انا مثلا كي غندير تنقرا وانا مثلا شفت بابا ضرب ماما او انا جيت واكل العصاها، او ان هذا الشيء كنعيشوه ما نقولوش فقط في مثلا في الوسط الفقير، كيف ما الغني كيف ما الفقير كنعيشوا هاد الاشياء. اذا واضح خص يكون يعني الا ما كانش طمئنان واحد توازن اسري اكيد خص يكون جو اسري رائع، والمهام تقسم بيناتنا احنا كزوجين او الناس اللي كاينين في الاسره مثلا، واخا ما يكون الناس اللي كاينين في الاسره تقسم المهام كل واحد على حسب مثلا الخدمه ديالو وعلى حسب ايضا الفراغ ديالو. النظام الا ما كانش النظام هو اساس اي نقولوا هو اساس الدخول المدرسي الناجح ولا اساس الحياه كامله. الا ما كانش عندنا نظام داخل البيت مثلا نسنوا واحد النظام بدينا، غير هذا النظام يسن بالتدريج. علاش؟ لان التدريج في حقيقه الله هي سنه كونيه وسنه جا بها القران وكل شيء. لان علاش؟ حيت اي حاجه كتبدا بالتدريج، الا جيتي دان سيركو الدري جاي مثلا من العطله الوليد وهذا، ولا الوليدات كانوا شبعانين كياكلوا في شكل كيفيقوا كينعسوا بواحد الشكل، اليوم نعس مع الوحده بدات تقول له نوض مع الصباح غادي تمشي مع السبعه الصباح ولا السته باش تمشي، ابدا لن يتقبلها. كل حاجه غادي تمشي بشويه بشويه، قد ما كان التدريج قد ما كان التدريج قد ما حنا كنوصلوا لنتائج حسنه. في حاله ما الا كان العكس، المؤسسات خصها توفر لنا اخصائيين اجتماعيين. نقولوا ان هناك تنموي في الاتجاه التنموي الجديد، قال لك حقا خص يكونوا خلايا الانصات، وهذا كيقولوا الاساتذه يديروه. الاساتذه كيقول لك حنا من غير الناس المتطوعين كيقول لك انا عندي بزاف د السوايع، انا براسي عندي داري عاد نجي ندير الانصات شحال العدد ديال التلاميذ. ولكن واش هم مؤهلون لذلك؟ واش كان واش ملي بغيتوا مثلا بغيتوا يكون خلايا الانصات والمواكبه، واعطيونا ناس متخصصين في الانصات والمواكبه. جميل جدا ما هذا الشيء اللي كيجيو به، غير هو على ارض الواقع الى اي حد يتم تفعيل هذه الاشياء حاليا؟ على اي كاينين فاعلين اخرين كيلعبوا ربما هذا الدور، غير هو غير كافي الطاقم الاداري، ربما شخص عنده واحد خيرهم اكيد هما كياخذوا من وقتهم من وقتهم مع اولادهم. ولكن يكفي ان الاستاذ راه عنده شحال من ساعه كيقريها، خاصو يحضر الدرس خاصو. ولكن كاينين الناس كاينين الناس ما خدامينش، كاينين الناس مجازين في علم النفس علم الاجتماع في هذا وما خدامينش، كاينين الناس دايرين تكوينات على برا فيما يخص الاستشاره النفسيه. جميل جدا يمكن ادماجهم في هذا اكيد اكيد لا يجب الوقوف على هذا الشيء. مهم جدا ان تكون راحه نفسيه لهذاك الطفل اكيد الا بغينا اننا يكون قد مثلا قد داك الشيء الذي ننظر له نحطوه على ارض الواقع ديالنا، من تما فين يمكن نستقيو النتائج. مي الا بقينا كنحطوا مؤسسه او جوج فقط، هما مثلا كنديروهم كواحد المؤسسه او جوج كيكونوا بيلوت باش نجربوا فيهم. المغرب ما فيهش مؤسسه او جوج، المغرب فيه راه مغربنا كبير جدا، وليدات المغرب رائعين، وخصنا نعرفوا الروعه ديال الطفل المغربي ونخليوها تبان عالميا. غير في هذا الاطار اللي سمحتي الاستاذه صفية، انا الفكره اللي جات بها الاستاذه مهمه جدا، وانا بغيت نركز على تفعيل ديال
الأنشطة الموازية أو الأنشطة المدمجة. هذا السؤال اللي كنت غادي نتوجه لك به، ربما كاين ضغط للأسرة كتنتظر منها الطفل واحد المجهود كبير، ولكن ما نساوش أن كاين أنشطة واش بالفعل الطفل محتاج لها بالفعل منذ يعني بداية العام. بالفعل أنا 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 ذكرتني دابا في المسألة ديال فترات الامتحانات، الكل احنا دابا باش ولات عندنا هاد التقليد هذا ان كنمشيو للمدرسه باش ندوزوا واحد الامتحان وباش ننجحوا، وشحال جبتي انت في النقطه ولا هذه النقطه، هذا 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 خطا، هذا خطا الا ما كانش واحد المواكبه من خلال الانشطه المندمجه والانشطه المدرسيه. انا كنعرف بان وزاره التربيه الوطنيه عندها واحد المجموعه ديال المذكرات، مثلا ناخذ غير مذكره ديال جات من المديريه ديال الحياه المدرسيه، النوادي التربويه خصنا نفعلوا كاساتذه، واش هذا هو السؤال خصنا نفعلوها. راه كاين مجموعه ديال المدارس اللي فيهم نماذج كما قالت الاستاذه، ولكن جميع النوادي التربويه خصها، كاين مثلا نادي المواطنه، نادي البيئه، نادي حقوق الانسان، يعني نادي المحافظه على البيئه، هادو نوادي مهمه، ولكن اللي خصهم هو التفعيل ديالهم باش يواكبوا المقرر الدراسي. اما الا بقينا كنعتمدوا غير على المقرر الدراسية بكثافتها وامتحاناتها وفروضها، ما غاديش نوصلوا لأي نتيجة نهائيا. غادي نوصلوا للنتيجة ديال النجاح في الامتحان، ولكن من اللي كنوضعوا هذاك الطفل يعني في الحياة خارج أسوار المؤسسة التربوية ما غادي يدير حتى شي حاجة نهائيا. لهذا أنا غير الاقتراح ديالي إلا سمحتوا الاقتراح ديالي هو تفعيل الأنشطة الموازية، نرجعوا كانت رحلات مدرسية تفعيل هاد الأوراش اللي يخلقوا أوراش من اللي كنا كنقر الرياضة تماما، لا 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 الرياضة، المشاركة بمسابقات رياضية، مسابقات ثقافية، المسرح، الموسيقى، الترفيه، هذه مسائل مهمة جدا باش ميحس الطفل انه راه داخل واحد الصور، خصو يحس بانه راه داخل اسوار مؤسسه تربويه، ولكن عنده واحد الارتباط بخارج اسوار المؤسسات التربويه وبالبيئه ديالو اللي كيعيش فيها. غير اقتراح اخير لو سمحتي، هو في هذا الزمن ديال العولمه وهذا الوقت اللي طغات فيها وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، خصنا دائما نعملوا جميعا على إبراز الظواهر الإيجابية، نعطيو نماذج ناجحة، نماذج رائعة من خلال التلامذ ديالنا، من خلال القسم، أن الأستاذ والأستاذة أنه إلى التلميذ أو تلميذة بدعات في واحد المجال على الأقل ما غيكلفنا حتى شي حاجة، إلى سولنا على واحد الصورة ديالو وعلقناها في القسم أو في باب المؤسسة اعترافا بهذا المجهود، من هنا يمكن أن نبدع وأن نبتكر وأن نخلق واحد نماذج ناجحة من أجل باش نتبعوها. وهذا التغيير كيبدا مننا لا سمحتي، ماشي بالضرورة هاد المسؤولية كتكون ملقاة على يعني كإدارة وكوزارة، ربما الآباء من خلال جمعيات وفاعلين في المجتمع المدني يقدروا هاد الأنشطة هذه تكون متاحة للتلامذ. كاينين بعض الآباء اللي كيكونوا واعيين وكيدخلوا هاد الأنشطة يعني بإمكانياتهم الخاصة كل حسب يعني وقته اللي متوفر باش كيواكب طفله طيلة السنة بهاد الأنشطة اللي أكيد. مهمة جدا أكيد. لا صافية، لأن كاين مراكز الآن الوجوه الجديد حتى في المراكز الآن اللي كاينه، مثلا فيما يخص الأنشطة نقولوا مثلا بحال الأنشطة الورشات الذكاء والتركيز، كاين ورشات رائعة جدا كنقوموا بها مثلا داخل المركز ديالنا أو الناس اللي عندهم مجموعة مراكز، كاين مسرح، كاين ليزاتو ليد الرسم، كاين بزاف د الحوايج. حنا نرجعوا مثلا حتى الوليدات في ليكول، ملي مثلا الوليد كيكون جاي فرحان علاش؟ وكأنه غادي يخدم لو كور ديالو، غيخدم الجسد الصبيعات وهذا، وما نساوش الأهمية الكبرى اللي كتوفر علينا بحال هاد البرامج، ما هو حسي حركي بالنسبه للطفل وكيفاش كيقدر يتحكم في يديداتو في رجيلاتو في عويناتو، التآزر الحركي البصري، بزاف د الحوايج. الوغ نشوفوا وليداتنا داخل المؤسسات، ملي كتقول له عندك ساعه الرياضه كيتسنى ساعه الرياضه وكيتسنى ساعه ديال الرسم اللي غادي تجي فيه المعلمه، واحسن معلمين عندهم نقولوا مثلا واحد 90% ديال الوليدات كيحماقوا على معلمه مثلا ديال الرسم ولا ديال الانفورماتيك ولا ديال لو سبور ولا المسرح ولا يعني
الإبداع، كاين إبداع. أنا كيخليني وكأن اللي أتحرر من من القسم، أتحرر من ديك الطاويلة اللي خصني نشوف نكون سيد ذاتي ونكون بالفعل. أنني كان واقف على أي حركة قلتها، بحيث أنني مازال أنا طفل، راه مازال باش نستوعب لك ذاك الإطار اللي غادي تحطني فيه، فقط لأنك تمثل قوة، ماشي ما فهمتش أنا الإطار باش نتحط فيه. يا ريت إلا أنا فهمت هذاك الإطار وتحطيت فيه. وبهذا أستاذي إلا سمحتي لي، بهذا راه ممكن تغلبوا على واحد المجموعة ديال السلوكات اللامدنية. مثلا ملي كنخلقوا فضاء ديال الإبداع والابتكار وديال الترفيه، راه كنحاربوا العنف، العنف المدرسي مثلا، كنحاربوا الخجل وكنحاربوا مثلا تخريب الممتلكات ديال المؤسسه او الممتلكات، تفريغ السلوكات العدوانيه اللي عند بعض الاطفال مثلا. اكيد هنا مثلا الشعار ديال نقولوا الوزاره ككل قالت لك المدرسه المواطنه الدامجه، هنا ممكن خلقوا مدرسه مواطنه دامجه غير في واحد الإطار، هو مثلا هذه المدرسة المواطنة هل ستمتد إلى كل مواطنين المغاربة؟ هل ستدمج وتندمج مع كل مواطنين المغاربة؟ نقول غير واحد الكلمة، هو أن الطفل إلى دخل ليكول لا يعني نهاية طفولته. الطفل إلى دخل المدرسة باقة الطفولة تستمر ويشتاق إلى أوقات اللعب. هذه الحاجة خصنا للناس الواضعين المناهج، ولا الناس سورتو دابا المناهج عاوتاني فيها واحد اللي غادي نهضروا فيها، خصوصا المناهج حنا اللي كنقرا مثلا كيقريو ولادو بالفلوس، مناهج كتجيك ممتلئه وعامره وخاص الطفل يشد داك الزخم كامل. قبل كانت واحد الحوايج زوينه، كنتي كتاخذ ما قل ودل وكتكمل من عندك، وما شاء الله المغاربه رائعين في مكانه، وبشهاده حتى مواقع التواصل كما قال الاستاذ كتلقى هذا في لانازا وهذا اخترع وهذا جاب وهذا درس فينا حاليا سفينه ما شاء الله كبيره. وفي الغالب هادو راه كيكونوا نتاج ديال المدرسه العموميه، لا لشيء الا ان هذيك المدرسه العموميه نتجات واحد النماذج اللي ناجحه. واللي كتعلينا المدرسه العموميه الاكيد حنا ما كنشكوش، يعني غير خاصها تنفض الغبار قليلا. لا هو اللي ينفض الغبار، لا راه في الحقيقه اللي ينفض الغبار شكون هو؟ راه هو هذاك الاستاذ اللي عنده مؤهلات، وهذيك الاسره اللي كتواكب المستجدات واللي كتنسق وكتواصل مع المؤسسة التربوية، وهذاك الفاعل الجمعوي اللي في هذاك الحي أو هذيك المدينة هو اللي كيساهم من جهته. إذا كل واحد عنده دوره كما درتي، كاين مشاركة لإنجاح هذه الخطوة، وكلنا ثقة في وليداتنا. الأكيد وليداتنا عندهم هذا الاستعداد والقابلية باش يتعلموا باش يكونوا في مستوى التطلعات. وما نساوش الدور ديال الإعلام من هذا المنبر. كنشكرك على هذه الحلقة، وحنا كنحاولوا يعني من خلال هذه الحلقة نديروا نقوموا هذا الدور ولو بشكل بسيط. شكرا لك أستاذ عماد العربي، خبير في التربية وكذلك رئيس المركز المغربي للتربية المدنية. شكرا لك أستاذة فاتحة ملول، مستشارة أسرية وتربوية ونفسية. مشاهدينا بقوا معنا في فقرة الثانية من البرنامج. مشاهدينا في هذه الفقرة غادي نتحدثوا على أهمية النظام الغذائي، وبالتزامن مع الدخول المدرسي ونستضيف أسماء زريول خبيرة التغذية والحمية. أسماء مرحبا بك معنا في هذا الموسم الجديد. اهلا بك واهلا بجميع المشاهدين. الاكيد ما يمكنش نتحدثوا على الدخول المدرسي بلا ما نتحدثوا على النظام الغذائي اللي هو كيشغل بال كثير من الاسر اللي كتبدا مع الكتوبه ومع الاقلام والادوات كتفكر كذلك في هذه الوجبات، وكيفاش وليداتهم يقدروا يستفدوا من الغذاء ديالهم. اولا انا كنشكرك لاثاره هذا الموضوع المهم جدا، لانه بحال الادوات والقلومه والتحضيرات الاخرى المتعلقه بالدخول المدرسي، حتى التغذيه والنظام الغذائي عند الطفل مهم بنفس القدر اذا ما قلناش اكثر. لان التغذيه هي صحه الطفل، هي الصحه الجسديه، هي الصحه العقليه، هي باش غادي يقدر يقرا عفوا، وهي باش غادي يقدر يستغل هذوك الكتوبه وغادي يستغل كاع المعرفه والتلقين اللي تعطاه. الغذاء هو اللي غيعطيه الطاقه وغيعطيه القابليه انه يستوعب ويستعد بشكل جيد لهذا الاعداد. الاكيد ان التغذيه حاضره في جميع الفصول. أكيد. وفي الصيف كذلك، ولكن شنو خصوصيتها في الدخول المدرسي، خصوصا انها
مرتبطة بالنظام، وهنا عندنا أوقات محددة، كاين اللي عنده دوام مدرسي مستمر. هنا علاش مهم أننا نفكروا في هذا المسألة؟ مهم أننا نفكروا لأن كاين واحد الفترة انتقالية، لأن كيكون الطفل في حالة ديال عطلة، في الواجبات ما تيكونوش ماشي بالضرورة يكونوا في الأوقات ديالهم، فين كيكون هناك واحد الفسحة أكثر من ناحية الأغذية اللي صحية وغير صحية في فصل الصيف. في هذه الفترة الانتقالية كيدخل هي الدخول المدرسي، فهو غيدخل مدرسة فغيبدا يلتزم بأوقات محددة في الأكل، غادي يلتزم بأغذية معينة لأننا كنقدروا أن يعني نراقبوا أكثر الأغذية اللي تياخذها أكثر من أيام العطلة. فهاد لا يعني هاد الانتقال الفتره الانتقاليه كيوقعوا مجموعه من المشاكل في تغذيه الطفل. اولا ملي تيكون متعود على مجموعه من الاغذيه اللي هي حلوه مذاقها لذيذ، سندويتشات وكل ما هو الايس كريم والمثلجات والمشروبات البارده المحلات وكل شيء، فهو كيجي النهار الاول ديال المدرسه تيحل كيلقاش هذاك الشيء، تيلقى خضار تيلقى لحم تيلقى يعني الوجبات المنزليه العاديه، فهذا كيشكل واحد بحال صدمه، خصوصا في المذاق، يعني صدمه هو تيشوف داك الاكل وصدمه حتى ملي كيدوق داك الاكل، ماشي حيت الام ديالو ولا الناس اللي طيبوا داك الشيء ما عرفوش يطيبوه، ولكن المشكل في الشخص نفسه. فاحنا كنكونوا تعود الطفل تعود على مدار شهر وشهرين ولا ثلاث اشهر على مذاق حلوه، مذاقات اللي هي حلوه، حيت كيهذوك لي ساندويتش والاغذيه كنزيدوا فيهم منكهات كتزيد من المذاق ديال الاغذيه، يعني الام واخا تعيا ما تطيب وما تعيا ما تبزر كيف ما كنقولوا على ديك الاغذيه، ما غتوصلش هذيك المفعول مثلا ديال الجلوتامات الصوديوم، يعني النكهه اللي كتعطيها الجلوتامات الصوديوم في الساندويتشات وفي الاغذيه وفي الصلصات. فهنايا خاصنا نصبروا شي شويه على الوليدات، هما يقدروا يقول لك ما بغيتش انا هاد البلا، دابا الان كلشي غادي يعرف شنو هي الاغذيه اللي لازم تكون حاضره وغنذكروا بها. فالطفل ماشي غير ما بغاش مثلا هذاك لانش بوكس ديالو ولا العلبه ديال الغداء ديالو ما بغاهاش، غادي صافي غادي يأسوا ونوليو نقلبوا على اختيارات اخرى غير صحيه بحجه انه ما تياكلش. فقط خاصنا نتحاوروا مع الطفل، نصبروا عليه ونصبروا عليه فتره معينه على ما نشجعوه على تناول هذيك الاغذيه ونحسسوا حتى بالاهميه ديال تناول هذيك الاغذيه. اما تعطيه اللانش بوكس ديالو ولا علبه الاغذيه ديالو وتقول له كل هذا الشيء هو اللي خاصك تاكله، خاصو يفهم علاش. الطفل كيدوق المذاق خاصو يفهم علاش هذاك منين وهذا ما بنينش، خاصو يفهم انه غير فتره انتقاليه ومن بعد غادي يولفوا، فخاص يكون عندنا هذا الصبر. وكاينين صعوبات تطرح امام يعني الامهات ولا الاسر بشكل عام في تحضير هذه الوجبات، شنو المكونات الاساسيه؟ احنا بطبيعه الحال كل طفل والذوق ديالو كل اسره ونظامها الغذائي، ولكن بشكل اساسي شنو المكونات اللي خاصها تكون حاضره في هذا العلبه اللي كيديها الطفل للمدرسه او لا هاد الماكله اللي كترافقوا المدرسه؟ عندنا جوج ديال الانواع ديال الاطفال، عندنا الطفل اللي كيكون شويه كيعزل الماكله والشهيه ديالو كتكون قليله، يعني كياكل شويه كيشبع، وعندنا اطفال اللي الشهيه ديالهم كتكون تبارك الله اللي حتى تيهلهم ما شاء الله ما عندناش مشكل فيه. اذا العلبه ديال الاغذيه عند هاد الطفل غادي تكون مختلفه. اذا هاد الطفل اللي الشهيه ديالو قليله دائما كنحاولوا نحطوا واحد الوجبات قليله ولكن غنيه بمخزونها الغذائي، مثلا تنحاولوا نديروا ليه بيوري يعني معجون مثلا بطاطس، غادي نغنيوه بجبن، غادي نغنيوه بحليب، غادي يعني وكميه صغيره باش ياخذ معلقه غادي تكون مغذيه. وكنحاولوا ايضا نوجدوا وجبات اللي سهله في المضغ وسهله في الاكل، مثلا اللي اساسها صحي، ومثلا لحوم اسماك بيض وغير، هو خاصنا نحطوا الكميات كتكون صغيره ومغذيه. كيفاش يمكننا نستعنوا بالفواكه الجافه والمجففه، كيمكننا نستعنوا ايضا بالبيض لانه كيمكن لنا نحطوه على اشكال عديده وكميه منه يعني صغيره ولا بيضه واحده كتكفي بالغرض. يعني كنحاولوا نقلبوا على هذه حلول فعاله وعمليه اكيد وعمليه. وايضا هذاك الطفل اللي يعني اختياراته شويه تيقول لك هذه ما بغيتش هذه ما بغيتش، تنحاولوا نحطوا له اكثر من اختيار في الوجبه ديالو، كنحطوا له مثلا شويه العدس شي ديال اللوبيا في نفس الوجبة، كنحطوا له مثلا لحم سمك وبيض يعني وشويه شويه من الحاجه باش اللي ما عجباتو هذه غتعجبو هذه، وهو غادي يلقى راسو محاصر بانواع غذائيه كامله، يعني ماكلاش هذه راه كاينه هذه كاينه هذه،
بالنسبة للأطفال اللي تيكون عندنا شهيتهم مفتوحة تبارك الله وتياكلوا كل شيء، كنجنبوا إعطاهم العصائر، ما نعطيهمش عصائر، ما غاديش نعطيهم أيضا الأشياء اللي كتكون بيغي على شكل بيغي ولا على شكل شوربات ولا عصيدة كما كنقولوا ثقيلة، كنعطيهم الخضار أكثر حاجة في الطبق في اللانش بوكس ديالهم. الخضار بجميع أشكالها، يعني سوتي مبخرة، يعني فيها زويتة، يعني بالأشكال المختلفة اللي ممكن نقدمها لي واللي كنعرف الإبن ديالي غادي يبغيها. وباش غادي نعرف غادي يبغيها خاصني نجرب كل مرة مثلا هذاك النوع ديال الخضار غنديرو بطريقة مختلفة حتى نشوف الطريقه اللي هو بغاها. هو يقدر ما تيبغي، ماشي ما بغاش هذاك النوع ديال الخضره مثلا، ما بغاش القرعه، ولكن يمكن القرعه الطريقه باش تقدمات ما عجباتوش، اذا انا غادي نبدلها نديرها مثلا مشرمله. انا غير كنعطي اقتراحات، ولكن الام هي اللي عارفه الطفل ديالها. كتبقى يعني كاينين صعوبات كتواجهها، والاكيد تحدثنا عليها هذا تناول الخضره بالنسبه للاطفال، ولكن كاين حلول ربما باش الاسر ما تستسلمش. وكاين بعض الاسر فعلا كطيح في هذه الصعوبات وتستسلم. نعم. وتيوليو مثلا كتأجل هذاك الأكل حتى البيت على الأقل، يعني واش ممكن هذا المسألة؟ هو كاين أقل ضررين، الأحسن حاجة هو أنه يفطر في الدار فطور اللي هو غني بالمكونات ديالو، ماشي ضروري الفطور اللي هو معتاد. يمكن لي يا انا مثلا ندير لي حتى ندير ليه، عرفتوا ما غاديش ياكل مثلا اللحم في الغداء ولا في العشاء، نقدر ندير ليه لحم ولا نعوضوا ليه بالبيض ولا في وجبه الفطور، وندير ليه مثلا حتى شي اومليت يكون كيعجبو فيه مثلا، مثلا كنعرفوا كيبغي البيض وبطيشه مثلا، نديرها ليه انايا في الفطور ويفطر بها ويمشي. يعني ماشي ضروري نبقاو منحصرين في ذاك النموذج ديال الفطور التقليدي اللي حنا عارفين. اذا نوكلوا المهم في الفطور هو نوكلوا مزيان. اذا اهميه هاد وجبه الافطار خصنا نحرصوا عليها، لان غالبيه الوليدات اليوم كيمشيو للمدرسه بدون تناول هاد الوجبه، وكيكون عندهم يعني رغبه في ذاك اللمجه اللي كتكون لو غوتي اللي كياخذوا، تتكون فيه مواد تغري هاد الطفل هذا، وكي الفطور براسو فهو اما ما كاينين القاعده اللي كنلقاو الطفل ما كيفطرش كيمشي فينا هي هالطاقه باش غادي يدوز النهار ديالو. في الوسط اليوم ولا اخر اليوم كيكون فيه جوع كياكل اي حاجه قبلته كتبان ليه اكل غادي ياكلها. يعني هنايا كنغامروا بالطفل انه ياكل حاجه غير صحيه. الى فطر وفطر مثلا بسكويت ولا فطر بعصير، غادي نعرفوا انه مثلا خدا مع 7:30، هذاك الطفل غادي توصل ل 10 ولا غادي توصل ل 9 ماشي حتى ل 10، غادي يبدا يحس بدوار، غادي يبقى يحس بالضباب على عينيه، هذا غينعكس على تحصيله وتركيزه في المدرسه، غينعكس على تحصيله وتركيزه، وغادي يجي هذوك داك اللويات ديال الجوع، لان نسبه السكر الانسولين كيكون تفرز بكميه مهمه، لانه خدا عصير وخدا بسكويت فيه سكريات، فالانسولين كيطلع كيهبط لنا نسبه السكر في الدم، فكيجيو هاد الاعراض وكيعطيو عدم التركيز، وبالتالي عدم التركيز يعني هو اللي كيبحث عليه الجميع، وكيبغيو وليداتو يكونوا مركزين. شنو الاطعمه اللي تقدر تقترحيها تساعدو؟ نعم، وجبه الافطار يمكن ندير فيها اي حاجه كنشوفها صحيه ولا هي صحيه، اذا نقدر نعطيه مصدر البروتينات في الافطار مهم جدا باش كيحافظ ليه على مستوى السكر في الدم. والمحافظه على مستوى السكر في الدم عند هاد الاطفال كتخلي التركيز ديالو يكون ثابت طول الصباح وحتى طول اليوم. اذا المصدر ديال البروتينات، وغالبا هاد مصدر البروتينات هو كيكون البيض، حسب يعني العادات ديالنا حنايا، لان كتجينا صعيبه شويه الصباح نعطيوه لحوم ولا نعطيوه اسماك ولا نعطيوه ولا كاين اللي غادي يجي يقول لك مثلا نعطيوه لحوم مصبرة. لحوم مصبرة ما عندهاش علاقة بمصدر ديال البروتينات، لأن أصلا بعض الأنواع هي عبارة عن نشا، فما كنهضروش عليها. مصدر البروتينات يكون طبيعي. عندنا أيضا مشروب اللي هو دافئ ولا ساخن، بعيد على المنبهات حسب عمر الطفل، بحال الشاي والقهوة نحاولوا نتجنبوهم، ونعطيهم مثلا دي تيزان اللي مثلا المشروب ديال النعناع. إذا كان عندنا نعناع طبيعي وجيد نقدر نعطيه مشروب ديال النعناع، هو جيد مهدئ وأيضا جيد بالنسبة لهم. الأطفال اللي كيبغوا مثلا نولفوا الشاي، ممكن نقص نسبة الشاي ونزيد ليه مثلا نسبة النعناع فيه، أو نزيد ليه نسبة ديال شي تيزان واحد آخر اللي غادي يبغيه، ونقدر نعطيه الحليب أيضا. يعني نبقى منحصر في المشروبات فهاد والماء فهاد جوج ديال الأولية. غورت تا هو كيبقى يعني واحد الاختيار اللي هو صحي، ياغورت بدون سكر.
هادي باش بدون سكر اكيد عندي نماذج ديال الاطفال كياخذوا ياغورت بدون سكر. وهنا نصيحتي للامهات والاباء دائما انه الطفل الا بغى يكون الشهيه ديالو مفتوحه وتياكل هاد الاغذيه الصحيه فلازم اننا منذ البدايه ولا نعودوه على انه ما يكونش ما نعرفوش بزاف على الاغذيه اللي هي حلوه ولا عرف داك المذاق صافي ما يقدرش يتعودنا على اذا الحل هو خصوصا دابا الامهات اللي يلاه لو بيبي عنده 6 شهور وعام احنا غاديين من الاول البدايه تكون صحيحه. هي كتكون الصراحه بدون ملح في البدايه ولكن كيكبر كيتعرف على الادواق والتوابل والسكريات فاحنا كنحاولوا نوعا ما نولفوا ليه واحد الطريقه معينه. وهنا دائما كنسمعوا واحد الكلام تيقول لك هو باقي صغير خليه ياكل. احنا خليه ياكل وجبات ولكن الوجبات الصحيه. حيت الطفل مني غادي تعطيه وجبه غير صحيه ولا مثلا بعض الاشياء اللي انا في وجبه الفطور اللي كنشوفها يعني غير زايده وغتعطيه الاحساس بالخمول وكاينه دراسات ان كاينين اشياء كتعطي الاحساس بالخمول والبلاده في العقل. مثلا الصباح غادي نعطيه الشوكولا الدهن. شوكولا الدهن كله عباره عن دهون مهدرجه عباره يعني عن سكر بالنسبه اللي هي كبيره. فبحال هذه الاغذيه اللي كتكون فيها سكريات ودهون مهدرجه وفيها ما فيهاش الياف كتعطي البلاده. الانسان تيحس بالخمول وكيحس بالاعياء طول اليوم. لان ربما ما تكونش في الصباح صراحه على الاقل تكون حتى الدوام ولا ما تكونش. هذا خيار افضل وامثل. هي الاحسن ما تكونش. اذا بغينا شوكولا للدهن ممكن حنا نحضروا نجيبوا كاكاو 100% كاكاو لانه صحي وحنايا نحضروه في المنزل. كنخلطوا غير مع زبده طبيعيه. زبده كنتكلم على زبده اللي الاصل ديالها حيواني ماشي نباتي. وممكن نحضروا جميع الاطباق الصحيه لوليداتنا اللي كيبغيو ولكن نكونوا متاكدين من المكونات ونعطيوه للطفل اللي كان كيبغي. يعني كنقلبوا على بدائل. حنا ماشي كنحيدوا غير كنحيدوا حنا كنعطيو حتى بدائل لهذا الشيء. وهنا غيكون كياكل فعلا شوكولاته صحيه وكاكاو صحي اللي غادي يزيد ليه الانتباه والتركيز خلال اليوم ديالو. وايضا مشروب الشوكولا تيكون صحي وجيد في الصباح الا قدر انه ياخذوا مع القليل من العسل. اسماء الاكيد خصنا وقت طويل للحديث عن الكثير من الافكار والوصفات اللي نقدروا نقدموها. وانا كنقترح اننا تكون عندنا فسحه على مواقع التواصل الاجتماعي تعطينا فيها بعض الوصفات اللي يقدروا مشاهدينا يتابعوها ويجربوها. اكيد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فهناك الكثير من الافكار والاقتراحات. شكرا لك اسماء زريو الاخصائيه في التغذيه والحميه على كل هذه الاقتراحات والافكار الجميله. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة ودخول مدرسي ناجح لوليداتنا. إلى اللقاء.